أولدي إحنا دابا اليوم في واحد الحالة مزرئة. علاش؟ الناس كما وصل سيدنا قالت لا تعدوا على الناس الشعب ديالنا، الشعب ديالو. اليوم تا كنتفاجئوا بواحد جهدنا مدويت معانا وداز عدد الخراب باش تريبنا في هاد الديور، ولادنا راه في خطر. قالك سيدي انايا الناس مسلمين عليا على العدو. حنا حاورتنا هاد الشركه في 2014 وفي 2017 وبركت معنا الارض وعطاتنا واحد القدر المالي ديال 80 مليون ما قدناش. اليوم اش دارت لينا؟ دخلتنا لهاد المشروع ديال سيدنا ديال الديور اللي جايين للسقوط، خلاو على الديور اللي جايين للسقوط وجاو عندنا حنا اللي دايرين خيمه وعندنا نص ارض وتبنيت تروازيام. قال لك اسيدي انتوما مريبوا الناس استافدوا، هاد الناس ما عندهمش حق معكم في المار، ما كانوا خلصوا لا كيران لا والو غير هاجمين هنايا. واليوم حنا بواحد الحاله مزرئه ورحنا غنديروا وقفات ماشي الحق. الامر ديالنا الى الرباط لحد سيدنا ناصر الله وكنطلبوا سيدنا بحقنا. هاد الشركه راه تغات علينا. Let's go.